التغذية عند الحيوانات للحصول على الغذاء تسلك الحيوانات طرقا مختلفة. الحيوان العاشب يتنقل الحيوان العاشب للبحث عن مكان آمن يوجد فيه العشب. ينتقي ما يناسبه من العشب ثم يتناول طعامه. الاجترار هناك بعض الحيوانات تبلع طعامها دون مضغ، وعندما تكون في فترة راحة تعيد الطعام إلى الفم ثم تمضغه من جديد وتبلعه، مثلا البقرة. الحيوان اللاحم يترقب الحيوان اللاحم فريسته، يحدد موقعها، يتربص بها ويقترب منها، ينقض عليها ويقتلها، ثم يتناولها. يتوفر كل حيوان على أعضاء ملائمة للحصول على غذائه. بالنسبة للحيوانات العاشبة، نظام الأسنان. الحيوانات العاشبة تتوفر على قواطع لقضم العشب، وتتوفر على أضراس لطحن العشب، وتتوفر على قضيب عظمي على مستوى الفكين السفلي والعلوي، ولا تتوفر على أنياب. الأنبوب الهضمي تتوفر الحيوانات العاشبة على أنبوب هضمي طويل ومركب، يتميز بوجود أعور نام ومعدة ضخمة. طول الأنبوب الهضمي عند الحيوان العاشب يرجع لصعوبة هضم العشب من جهة، ومن جهة أخرى قيمته الغذائية المنخفضة. الحيوانات اللاحمة نظام الأسنان تتوفر الحيوانات اللاحمة على أنياب قوية وحادة، وتتوفر أيضا على أضراس منشارية. الأنبوب الهضمي تتوفر الحيوانات اللاحمة على أنبوب هضمي قصير وأعور ضامر. قصر الأنبوب الهضمي عند الحيوانات اللاحمة يرجع لسهولة هضم اللحم من جهة، ومن جهة أخرى إلى قيمته الغذائية العالية. يمكن تمثيل العلاقات الغذائية التي تربط الكائنات الحية على شكل سلاسل غذائية،
ويتم ربط السلاسل الغذائية للحصول على شبكات غذائية. التغذية عند الحيوان.